بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 142. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية عمان، باعثها المستمع جبريل عين. أخونا يقول: لقد سبق لي أن كنت مريضا مرضا نفسيا شخصه الأطباء، وذلك قبل 12 عاما، بأنه انفصام شخصية، والواقع أنني لم أفقد وعي خلال تلك الفترة، وكنت محافظا على الصلاة وعلى الأعمال المطلوبة من المسلم، وأدخلت المستشفى للمعالجة، ولكن حصل مني تصرفات غير انضباطية خلال فترة المرض، وهي ناتجة عن عدم استطاعتي تملك أعصابي، منها أنني كسرت زجاج سيارة. وسؤالي هو أنني حصل في أوج المرض أنني قلت لزوجتي: أنت علي كظهر أمي، وكررت ذلك عدة مرات، ولكن بعد أن هدأت أعصابي وعولت وتماثلت بالشفاء، أيقنت بأن تصرفاتي كانت غير صحيحة وغير سليمة، وأن ما وقع مني هو نتيجة للمرض. وسؤالي: هل يكون ذلك ظهارا أم أن علي التوبة والاستغفار؟ أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نسأل الله لك الشفاء والعافية ولجميع مرضى المسلمين، وثانيا ما صدر منك في حالة المرض العقلي الذي لا تتصور فيه ما تقول وقت المرض، يعني صدر منك من غير إحساس ومن غير إدراك، فإنه لا يعتبر شيئا ولا تؤاخذ عليه. ومن ذلك ما ذكرته من الظهار الذي صدر منك وأنت في حالة عقلية غير سليمة، إنه لا يترتب عليه شيء، لأنه يشترط بوجوب الكفارة في الإيمان والظهار وإلا أن تصدر من عاقل بإدراك بما يقول. فحسب ما ذكرته في السؤال من أنك قلت هذا الكلام وهو الظهار من امرأتك عدة مرات وأنت في غير شعورك بسبب المرض، لا يترتب عليه شيء. أما ما كسرته من زجاجة السيارة، إنه يجب عليك الضمان، لأن أموال الناس محترمة، فيجب ضمانها، ولا يشترط في إتلافها أن يكون الإنسان عاقلا أو غير عاقل، يجب ضمانها بكل حال، يجب عليك ضمان ما أتلف وما كسرت من زجاج السيارة وصاحبها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من مستمع يقول: المرسل ميم عين، يقول: لي أخت عمرها الآن 11 سنة، ولدتها أمي في أحد المستشفيات وهي في حالة خطرة، والبنت أيضا كنا غير مطمئنين بأنها ستعيش، وكان أبي جالسا معهم في المستشفى، فقال له أحد الرجال الموجودين معه: الفاتحة لو عاشت هذه البنية أنها لابن فلان، فوافق والدي وقرأ الفاتحة آنذاك، فهل هذه الخطبة ملزمة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. قراءة الفاتحة عند العقد أو عند خطبة النكاح ليست مشروعة، وهذه من البدع التي مشى عليها بعض الجهال، وهي ليست مشروعة، الفاتحة لا تقرأ في هذه المواضع. وأما ما ذكرته من طلب الرجل من أبيك أن يزوجه ابنته فوافق على ذلك، فهذا فيه تفصيل. إن كان القصد أنه خطبها وأن أباك استجاب له، فهذا وعد غير ملزم. أما إن كان يعتقدان أن هذا عقد ومكون من الإيجاب والقبول، فإنه قد انعقد وصارت زوجة له. وعلى كل حال كلامي هذا لا يحل المشكلة، لا بد من الرجوع إلى أحد العلماء
أو القضاة المحاكم من أجل النظر في هذه القضية والتحقيق فيها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: عندما يؤذن المؤذن ونذهب للصلاة ولا سيما صلاة الظهر، نصلي السنة داخل المسجد، ثم يبقى الإمام ينتظر مدة تزيد عن نصف ساعة، وأنا إنسان كما يصف نفسه يقول إنه إنسان ثقيل ويتخبطه الشيطان من المسجد ويظل يطارده طوال هذا الانتظار، أما هو رأي فضيلتكم بما يشغل وقته طوال تلك الفترة، أو ما هو الوقت المناسب للفصل بين الأذان والإقامة حتى يحضر الناس؟ جزاكم الله خيرا. ولا بالنسبة للوقت الفاصل بين الأذان والإقامة، ينبغي أن يكون متوسطا، لا يكون طويلا يثقل على الناس، ولا يكون قصيرا تفوت على الناس إدراك الصلاة أو بعضها. وإنما الإمام ينظر في المصلحة وما هو أرفق بالمأمومين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في أحوال أصحابه، فإذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، مع الحث على المبادرة إلى الصلاة عند الأذان. والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما كان في وقت العشاء، كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أخروا أخر، لأنه كان يحب تأخير صلاة العشاء، أن كل ما تأخرت إلى ثلث الليل يكون أفضل. أما في بقية الصلوات فإنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال المأمومين. لا شك أن الصحابة كانوا حريصين على الحضور والمبادرة خلاف وقتنا الحاضر، فإن نلاحظ على المأمومين أنهم يتأخرون إلى وقت الإقامة والإمام ينتظرهم. المشكلة جاءت من المأمومين، الواجب عليهم أن يبادروا بعد الأذان يتوجهون إلى الصلاة. فإذا رآهم الإمام اجتمعوا فإنه يقيم الصلاة، هذا هو حل المشكلة. لا شك أن على الإمام مسؤولية وعلى المأمومين أيضا مسؤولية. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الإمام بأن يراعي الضعفة ولو الحاجة كبار السن في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أي أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبيرة والمريضة ولا الحاجة. مراعاة أحوال المأمومين مطلوبة من الإمام. وأما قضية أنك مصاب بمس من الشيطان أو مس من الجن، وأنك في مدة انتظار الصلاة في المسجد يحصل لك شقة، فأنت تراعي الأحوال المناسبة لك لأن تحضر عند الإقامة، عند إقامة الصلاة، ولا تتقدم إلى المسجد في وقت يحصل عليك فيه مشقة. أو إذا حضرت إلى المسجد فإنك تشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن، فإن هذا يطرد عنك الشيطان ويقطع عنك الوساوس. عليك بذكر الله والصلاة، صلاة النافلة وقراءة القرآن، فإن هذا يطرد عنك الشيطان بإذن الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الرحمن عبد الفتاح. أخونا يقول في أحد أسئلته: والدي متزوج لكنه هجر زوجته سنتين ولا يقوم بالإنفاق عليها، فماذا عليه؟ جزاكم الله خيرا. هذه أمور حقوقية، حقوق زوجية يرجع فيها إلى القضاة في المحاكم. ولكن من باب الوصية فإن نوصي الأزواج أن يتقوا الله في زوجاتهم وأن يراعوا حقوقهن عليهم، فإن من حق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها والكسوة والمسكن والعشرة والقسم، كل هذه من الحقوق التي على زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا إنهن عوان عندكم، يعني محبوسات، يجب عليها أن يراعي حق زوجته. الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قال تعالى: وعاشرون بالمعروف إن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالواجب على الزوج أن يؤدي حقوق زوجته، ومنها النفقة. النفقة الواجبة عليه حسب حالته وحسب ما يليق بها. جزاكم الله خيرا. يقول: زوج أختي تارك للصلاة، وقد قمت بنصحه أكثر من مرة لكنه لم يستمع لنصحي، فماذا يكون موقف أختي والحال ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. الزوج التارك للصلاة لا يجوز للمؤمنة أن تقيم معه، لأن ترك الصلاة متعمدا كفر يخرج من الملة. قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا حظ الإسلام لتارك الصلاة، أن الصلاة هي عمود الدين وهي الركن الثاني
الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. المسلمة لا يجوز أن تقيم مع رجل لا يصلي ولا يحل لها ذلك. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. قال تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فإذا أصر على ترك الصلاة فإنها تطالب بفراقها منه ولا تمكنه من نفسها لأنها لا تحل له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة مصافحة زوج أختها أو أخو زوجها؟ جزاكم الله خيرا. لا يحل للمرأة أن تصافح أجنبيا منها، يعني من غير محارمها، لأن هذا يسبب الفتنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء، وما مسك يده يد امرأة لا تحل له، وإنما كان يبايع النساء بالكلام ولا يبايعن بالمصافحة كما يبايع الرجال. قد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا كما ذكرنا في مصافحة المرأة الرجل الذي ليس من محارمها فتنة، فتنة له وفتنة لها. والواجب على المسلمين أن يتركوا العوائد المخالفة لأحكام الشريعة. نحن نعلم أن هناك عوائد بين بعض الناس أو بعض القبائل أو بعض البلاد التي يفشو فيها الجهل، لكن هذه العوائد يجب إرجاعها إلى الشرع. ما كان منها يقره الشرع فإنه لا بأس به، وما كان يخالف الشرع فإنه يترك. ومن ذلك مصافحة النساء الرجال الذين ليسوا من محارمهن فإن هذا يخالف الشرع، يجب تركه والتحذير منه والمنع منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد القادر موسى من السودان بعد يسأل ويقول: بعد نهاية الصلاة نقوم بدعاء جماعي، فهل ما نعمله جائز؟ بعد إقامة الصلاة أو بعد الصلاة؟ بعد نهاية الصلاة. بعد نهاية الصلاة لا يجوز الدعاء الجماعي في أي حال من الأحوال. الدعاء الجماعي الذي يقوله جماعة بصوت واحد أو يدعو واحد ثم يتابعونه يلقنهم إياه ثم يتابعونه، هذا بدعة، سواء بعد الصلاة أو في حالة غير ذلك، سواء بعد الصلاة أو في الطواف أو في غير ذلك. الدعاء الجماعي بدعة، وإنما المشروع أن يدعو كل مسلم لنفسه بمفرده، أن يدعو كل مسلم لنفسه ولإخوانه ولوالديه ولإخوانه والمسلمين لنفسه بمفرده، دون أن يرتبط بأصوات جماعية وتنغيمات حتى تصبح كأنها أغاني. فهذا مع أنه بدعة هو كذلك مما يشبه الأغاني ويشبه الكار الصوفية المبتدعة. فالواجب ترك هذه العادة والابتعاد عنها، سواء بعد الصلاة أو في حالة غير ذلك. الدعاء الجماعي كله بدعة في أي حال كان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أقوم بعمل شاق وأفطرت مرة في نهار رمضان من شدة العطش، ما حكم ما قمت به؟ إذا كان إفطارك في نهار رمضان بسبب أنك خشيت على نفسك من التلف، أصابك عطش شديد خشيت على نفسك من التلف، فلا بأس أن تشرب ما يبقي عليك الحياة ثم تمسك بقية اليوم. أما إذا كان شربك الماء من أجل العمل ولم يلحقك خطر في ذلك، فإن هذا خطأ كبير. الإنسان لا يفطر من أجل العمل بل يصوم، لكن لو أدركه خوف من التلف لأن أصابه عطش شديد، فلا بأس أن يتناول ما يبقي عليه حياته ويمسك بعد ذلك. جزاكم الله خيرا. نعم، ويقضي هذا اليوم. بارك الله فيكم في أي الأحوال كان الأمر. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الرحمن عبد ربه يمني مقيم في المملكة بعث يسأل ويقول: من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ الخلفاء الأربعة. وطلحة والزبير وسعد وسعيد. وعبد الرحمن بن عوف. وأبو عبيدة بن جراح. من هم أولي العزم من الرسل؟ أولي العزم من الرسل قيل إنهم جميع الرسل، فمن تكون بيانية، وقيل إنهم خمسة فتكون من تبعيضية، تكون تبعيضية. وهؤلاء الخمسة هم إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. الخامس نوح عليه السلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء خمسة، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، كما في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ذكر خمسة: نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين.
من الليث رسالة بعث بها المستمع أواب موسى العوض سوداني، يقول: إذا سبقني الإمام بركعتين في صلاة المغرب فكيف أكمل صلاتي؟ وهل تعتبر الركعة التي أدركتها الأولى أم الأخيرة؟ مع العلم أنني قرأت فيها الفاتحة سرا، ونحن مجموعة من الإخوان قد اختلفنا في هذا الأمر، وجهونا جزاكم الله خيرا. يقول المرسل أواب موسى العوض من الليث: إذا سبقني الإمام بركعتين في صلاة المغرب فكيف أكمل صلاتي؟ وهل تعتبر الركعة التي أدركتها الأولى أم الأخيرة؟ مع العلم أنني قرأت فيها الفاتحة سرا، ونحن مجموعة قد اختلفنا في هذا الموضوع، فوجهونا جزاكم الله خيرا. الصحيح من قول العلماء أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته، وما يقضيه آخر صلاته، بقوله صلى الله عليه وسلم: امسوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فدل على أن ما فات أنه هو آخر الصلاة، لأنه أمر بإتمامه. وأما رواية وما فاتكم فقضوا، المراد بالقضاء هنا الإتمام، المراد به الإتمام، لأن القضاء يطلق على عدة معاني ومنها الإتمام، فيكون المراد هنا الإتمام. وبناء على ذلك ما أدركته من المغرب تكون أول صلاتك، فإذا أدركت ركعة والركعة الأخيرة مع الإمام تكون بالنسبة لك هي أول صلاة، هي الركعة الأولى. فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة ثانية، تأتي بالركعة الثانية من المغرب، ثم تجلس بعدها التشهد الأول، ثم تقوم من التشهد الأول وتأتي بالركعة الأخيرة وهي الثالثة، ثم تجلس بعدها للتشهد الأخير وتسلم. وأما التشهد الذي جلسته مع الإمام فهذا لا يحتسب لك، وإنما هو متابعة للإمام فقط. جزاكم الله خيرا. يذكر في عرض سؤاله فضيلة الشيخ صالح أنه هو وإخوانه اختلفوا على هذا الموضوع، حتى لا يختلف الناس في مثل هذه المسائل، ماذا يقول الشيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ نقول الواجب الرجوع إلى أهل العلم، إذا اختلفوا فإنهم يسألون أهل العلم، قوله تعالى: أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإن كانوا طلبة علم فعليهم أن يراجعوا كلام أهل العلم. طيب، ولا يبقى الأمر ملتبسا عليهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الرحمن عبد رب أحمد، يمني مقيم في المملكة، بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يسأل عن آداب تلاوة القرآن الكريم، وماذا يجب على من لم يتلو القرآن، جزاكم الله خيرا. تلاوة القرآن الكريم مستحبة، فيها أجر عظيم، قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والله تعالى أثنى على الذين يتلون القرآن، قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. تلاوة القرآن فيها أجر عظيم، ولكن تلاوة القرآن وسيلة لتدبره ومعرفة معانيه ثم العمل به، لا يقف الأمر عند تلاوة القرآن فقط أو التلذذ بقراءته أو بصوت القارئ ونغمة القارئ، لا يقف الأمر عند هذا، وإنما الأمر يجب أكثر من ذلك، وهو تدبر القرآن ومعرفة معانيه والتأثر بوعده ووعيده، تحليل حلاله وتحليل حرامه، والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، هذا هو المطلوب من تلاوة القرآن. ولهذا قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، لم يقتصر على تلاوة القرآن، بل قرن معها إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله، مما يدل على أن المطلوب العلم والعمل، تلاوة والعمل، تلاوة والتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الذي يقرأ القرآن ولا يتدبره لا يحصل على الغرض المطلوب، وكذلك إذا كان يتلوه ويتدبره ولكن لا يعمل به، كذلك إنما يكون القرآن في هذه الحالة حجة عليه يوم القيامة، قوله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة